اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم أستودعك الله وسرياك وأقرأ عليك السلام آمنا بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله اللهم فاكتبنا مع الشاهدين اللهم لا تجعله آخر الأهد من زيارتي قبر ابن أخي رسولك صلى الله عليه وآله وارزقني زيارته أبدا ما أبقيتني وحشرني معه مع آبائه في الجنان وعرف بيني وبينه وبين رسولك وأوليائك اللهم صل على محمد وآل محمد وتوفني على الإيمان بك والتصديق برسولك والولاية لعلي بن أبي طالب والأئمة من ولده عليهم السلام والبراءة من عدوهم فإني قد رضيت يا ربي بذلك وصلى الله على محمد وآله محمد لزيارة فداء مولى عباس بھی ختم ہو گئی بڑا سخت ہے ودا کرنا